نعرف انا شخصيا بزاف ديال الدراري تبيضوا في مؤخر الصداق. عارف شنو هو مؤخر الصداق؟ هو انك فاش كتبغي تزوج بواحد السيده كيكون واحد الحاجه كتسمى مؤخر الصداق. مؤخر الصداق شحال كتحط فيه بعض المرات؟ حيت 5000 درهم، 10000 درهم، دايزه 2000 درهم، 3000 درهم، 1000 درهم. مؤخر الصداق هو انك من مور كتطلق مع هذيك السيده كتسمى المتعه، كتعطيها هذيك داك المبلغ المالي. وكاينين دابا اش كيديروا العيالات؟ كتنوض كاينه دابا ولات حرفه دابا عند البنات هذه القضيه هذه. كتنوض كتزوج كتطلق كتزوج كتطلق كتزوج كتطلق. ملي كتبغي تزوج بشي واحد كتمشي كدير لي داك الفيلام رابط الناس وهادي كتبقى مطلقه ولا ايباش كتبقى طالقه على شي خونا شي واحد بحال هكا كتعرف هي اصلا تقنص لي فيكتيم. ملي كتوصل معاه مرحله الزواج كتقول لي انا باغي في مؤخر الصداق واحد 10 المليون، واحد 5 المليون، واحد 6 المليون. كتعيش مع داك خونا شهر شهرين 3 شهور كتقلب عليه السبات. فاش كتطلب هي الطلاق هو راه ما يمكنش يطلق بها، هو كيشوف ديك 6 مليون ديال مؤخر الصداق، هو عاطي في الصداق واحد 2 مليون. او يعني هي ضاربه 2 مليون في الصداق وضاربه واحد 10 مليون مع شحال في مؤخر الصداق، كيلقى انه عاطيها تقريبا واحد 10 مليون ولا 12 مليون. ملي كتوصل معاه في الطلاق كتولي هي تقلب لي على اي سبه، انت ما مزيانش، انت ما كتسواش، انت هادي كدا هادي، كتجيب لي شي افلام تركيه ما كايناش. فهي كتقول لي خويا صافي كيما تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. علاش غنتفارقوا خوت وعلاش هادي وعلاش هادي واجي غنتفاهموا كدا؟ كتقول لي حبس تماك حدك تماك صافي غادي نطلقوا. ملي كيطلق يولي عاطي ديك 5 مليون ولا 6 مليون عاد النفقه اللي كانوا ولاد وداك الشيء، وكتنوض عاوتاني كتزوج مره اخرى وكدير نفس العمليه. كاين اللي دارت دار على ظهر هاد القضيه هادي. فالمؤخر الصداق الاخوان ما يفوتش 5000 درهم، مؤخر الصداق ما يفوتش 5000 درهم، ومن بالاحرى يكون نص 100 درهم ولا 1000 درهم. واللي تشرط عليك في مؤخر الصداق، اسمع مزيان هذه، اللي تشرط عليك في مؤخر الصداق راه هذه باغا تطمع فيك، باغاش تامن على راسك. دونك انت ملي كتفكر المؤخر الصداق وكتقولي ليا باغا واحد المبلغ مالي كبير، دونك انت انسانه طماعه وكتفكري انك باغا تطلقي، ما غنعطيكش داك الشيء اللي باغا انت. مليون، جوج المليون، ثلاثة المليون في مؤخر صدق في هذا الوقت دابا اللي كنعيشوا فيه، ديال وحده كتنوض على سبات تقول لك طلقني، ما تعطيش كاع نهائيا هذا المبلغ هذا وما توصلوش نهائيا. ماشي حيت انت جيعان ولا حيت انت ما عندكش فلوس ولا حيت هذه، حيت هذه هي الدنيا، حيت هي غتبيطقك، تقد في اي لحظه تقول لك خويا سير الله يعاونك. راه البنات راه خصوصا كيكونوا عندهم تجارب في الحياه بزاف كيكونوا مبرودات هذوك في القلب ديالهم، ما كيتسوقوش هذوك نهائيا. فانت اخويا باش تخرج من هذا البلان هذا وبلا ما تحمق راسك بزاف، بغا تقول لك شي وحده هذا البلان ولا تناقش معاك هذه المناقشه هذه مؤخر الصداق وهذه، اختي مؤخر الصداق عندي غنعطيك فيه واحد 2000 درهم 3000 درهم ولا 500 درهم ولا 1000 درهم. سالينا هذا هو مؤخر الصداق، سالينا باش ما تبيضقش انت، باش انت ما تجيش واحد النهار تقول لك واه فلان راه بيضقته وتلقى تزوجات عاود ثاني. والله الاخوان اقسم بالله الى هذا البلان هذا شفتو انا بعيني مع واحد السيد، والله شفتو الاخوان كانت زوج واحد المطلقه وكانت وقيله كانت هي معاه زواجها الثالث، الثالث، وكان صراحه دوا معايا ودوا مع شحال من واحد قال لي بعد عليها. انا صراحه قلت لي بالروج ولا منين زواجها الثالث وزواج اش بغيتي تا غتصدق؟ قال لك لا راه بنت الناس وهادي، حيت هما كيعرفوا يمثلوا، كيعرفوا يمثلوا داك الدور ديال بنت الناس. قلت لي واخويا دابا زوجت المره الاولى وطلقها، زوجت المره الثانيه وطلقات، دونك هادي راه فيها شي بلان هادي من زوجت الاولى والثانيه، راه دونك راه كاين شي حاجه اعرف شي حاجه ما هياش. قلت لي خويا راه، قال لي لا. قلت لي دبر راسك. مشى هادي ضرب معاه واحد 3 شهور 4 شهور، مشى لدارهم كدا هادي داوي مناقش معاه، قلت لي كدا هادي، قال لي راه مؤخر صداق، قالت لي راه شطات عليا 5 المليون، قالت لي باش ما تفرقش عليا. دابا هي كيفاش دخلات وديك السبه؟ قالت لي انا درتها هذيك 5 المليون بالعالي باش ما تجيش واحد الدار تفكر تفرق عليا. هو بصح حيت هو فهمتي ما فهمش بصح قال بصح تيق هذيك الهنده اللي دارت لي هي تكيبت خطيره هذيك السيده، مشى تيق هذيك الهنده ديالها وقال لها صافي واخا ماشي مشكل دير 5 المليون، حيت قال ما يمكنش غيطلق معاها وهي حتى هي ما يمكنش تطلق الطلاقه الثالث. ما عقلاتش عليه، ما عقلاتش عليه، ضربات معاه 5 شهور 6 شهور هي تيطلق لي. وقف معاه الطلاق، طلعت بي قال لي راه واقف معاه في الطلاق اخويا داكشي اللي قلتي راه هو اللي صدق. وقف معاه في الطلاق وهي دات ليه ميسه بطريقه ذكيه، خدات 5 المليون وقع جوج 7، دات منه 7
وعاد البلان ديال من مورا ما طلع كتعطيها وتاني شي فلوس، مهم خرجاتها من تماك هو يضرب نهائيا على الزواج. باش تعرفوا الاخوان راه كاينين بزاف ديال المسائل اللي بنادم غافل عليهم. مؤخر الصداق اللي تشرط شي واحد بدا تشرط عليك ما تزوجش بها، حطها في دماغك هاد القضيه هادي.